مشاهدينا في كل مكان، تحية الود والاحترام، حلقة مباشرة من ظلال الأصيل. نتمنى أن تنال رضاكم واستحسانكم. محطات منوعة، نهاية أسبوع سعيدة نتمنى للجميع. تحية تقدير للعزيزة أمل معاذ، نتمنى أن تكون بصحة وعافية، على أمل أن دعوتكم الأسبوع القادم لتقديم هذا اليوم. تحية أيضا لمشاهدينا الأوفياء والوفاء، هو واحد من الخصال والصفات الحميدة والجميلة اللي بيتميز بها مشاهد الشروق لقناة الشروق في كل مكان ولكل برامجها المنوعة. الوفاء يبقى حتى وإن بعدت المسافات، فإذا هي على مسافة أقرب، على ذكريات أقرب، مع فنان جميل استطاع أن يقدم نفسه بصورة جميلة للمجتمع. تبقى الصدفة هي أجمل، ولكن النجاح ما بيجي بالصدفة، بيجي بالمثابرة، بيجي بالتعلم، بيجي بمزيد من التجارب. فنان هو جمع ما بين الغربة والشجن والشوق لأنه يعانق الآن أبصاركم ومسامحكم. تحية حب وتقدير مسائية للفنان هاني عبد العزيز، هو بجوارنا اليوم بجميل الأغنيات. أهلا ومرحبا بك، مساء الخير. حبابك الحبيب معز، وأنا سعيد جدا أكون معكم الليلة، وإن شاء الله نقضي يوم جميل ونرضي كل المستمعين يعني والمشاهدين إن شاء الله. الله يكرمك. أنا حمزة، وتحية لك أستاذ هاني، ونحن مبسوطين جدا. وقبل ما ندخل في البدايات، العنوان جميل، صدفة وأجمل صدفة، وأنا تكلمت في المقدمة إنه ما في نجاح بيجي بالساهل، يعني ما أي زول بيطلع عنده موهبة مجود عمله، يعني ما مجود عمله بالصورة المطلوبة بيصل للناس ولقلوب الناس. فقدر كيف إنه تصنع النجاح أنت بصدف جميلة بأساس متين للجمهور؟ والله بصنع بالحياة الجميلة والكلمات الرقيقة، فكده أقدر أصل قلوب الجمهور يعني بالحياة الجميلة والكويسة يعني. جميل. طيب بنحنا دي أي صدفة إنه التقيك اليوم بالمساء، وعايزين نتكلم غنى جداً. ونمتح كل السادة المشاهدين جداً. عندك المساحة لأولى الأغنيات، هتسمعنا شنو في البداية؟ هسمعكم يا عزنا، واحد من الروائع الأستاذ وأنا بحبه جداً، ربنا يرحمه، عبد العزيز المبارك. ومن هنا بحيي أسرته، وإن شاء الله ترضي كل الجمهور الله يجزيك خير. طيب نبدأ، أنا ما نسيت إنه حي الفرقة الموسيقية المصاحبة ليك اليوم، تحية الشباب كلهم هنا، وبقيت تعبانة معي شديد، فربنا يديم الصحة والعافية إن شاء الله، وربنا يديم الأخوة بيناتنا إن شاء الله بإذن الله. يلا نستمتع مع الشباب ومعك أنت أستاذ هاني. يا
يربطنا بالأفراح الطوب على كل والم وكل ولوم. يربطنا بالأفراح الطوب على كل والم وكل ولوم. بردنا طاوع نصروب دار الزمن ما منه خوف. يا عزنا سلام. قدر كيف أستاذ هاني البدايات عزيزة عليك؟ يعني لما نتكلم عن إنه وأنت طفل ولدت وترعرعت في الغربة والحنين بتاع الأهل باستمرار، وأي شخص في الغربة إنه يسمع الأغنيات، كيف كونت مشاهداتك وأساسك المتين إنك تبقى فنان في الغربة؟ أنا في الغربة أنا كنت في المملكة العربية السعودية وأنا عمري زي 10-12 سنة كده. ربنا سبحانه وتعالى يعني هي زول قلت لي موهبه، فسبحان الله بلقيت الغايه لقيت نفسي يعني ماسك المشوط وطالع في الترابيزه بقلد وبغني. فالحياه دي يعني زرعت جواي تنمي فيها، وحد ما كبرت الحمد لله وعملت جمهور وغايه الحمد لله. كذا قبل ما عملت جمهور، فكره الاسر دائما انه ابنائها يتجهوا لعالم الغناء او اي جوانب ثانيه عندها علاقه بالفن المباشر يعني، فدائما هي بتكون متخوفه. هي نعم بتكون داعمه على اقل تقدير لانه دي موهبه ربنا حباك بها، لكن بيكونوا متخوفين. فكيف انطباع الاسر في البدايه بالذات المغتربين اللي بيحبوا يتنفسوا بحياه كثيره فنيه كذا؟ الصراحه واجهت صعوبه جدا يعني من خاصه من البيت يعني. كونك فنان واغني وكذا واطرب الناس. فواجهت صعوبة شديدة والله لحد ما أثبت وجودي بعدك. وأنت في المملكة ما كنت بتغني للجاليات هناك؟ لا 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 أنا كنت محروم. لا لا مو غير محروم، كنت صغير أساساً. يعني أنا بدايتي كان هناك يعني في البيت كده، لكن بعد كده السودان حتين بقيت أغني للجاليات وأغني كده. بعد جيت للسودان طبعاً المجال كان واسع بالنسبة للدورات المدرسية اللي هي بتأهل الطلاب على أقل تقدير بتربطهم مع بعض. ففي دورة مدرسية أنت شاركت فيها وكانت بداية حقيقية لك يعني؟ البداية في الدورة المدرسية 89. من هنا بحيي أستاذي على عباس، هو اللي اكتشفني يعني. اتبناني روحياً وأبوياً وكله. يا سلام الحمد لله. وكيف كانت يعني أنت لو بتذكر كده بالشريط يعني بالذاكرة، كيف بتتذكر والله كان الدورة المدرسية؟ أيامها جميلة كان صراحة يعني. يا ريت لو ترجع تاني، لكن حياة ما بترجع تاني. ده عقد كامل من الزمن. ايوه طبعا 89 89 ثلاث عقود يعني. والسودان عاش فيها تفاصيل كثيره. نحن المشاهد الكريم الليله اللي كان حريص على انه يشاهد قناه الشروق بالتحديد برنامج زر الاصيل، عايزين يستمتع معاك وتعد به الذاكره او تعد به بالذاكره للشجن وللاغنيات الجميله، نديك المساحه ثانيه جدا انك تطرب المشاهدين. حنغني اغنيه للمغتربين. ونقول لهم حنين عودة. حنين عودة للبلد. والبلد محتاجة لكم صراحة يعني. في تمنى رضاكم يعني إن شاء الله. يلا. ودعت الحبيب في السكة الحديد. ودعت الحبيب في السكة الحديد، راجل صعيب ما حضرنا لها.
دمعي الهمر جسمي انتحل دمعي الهمر جسمي انتحل سبب استعالك وقمر جوا القمر يا ما يا عيني شلت عيني دمعي الهمر اي جسمي انتحل اي دمعي الهمر اي جسمي انتحل سبب استحالك وقمر جوا القطار يا يعايدي يشرب عايدين يا الله الشمال والشرق الجنوب والغريب الشمال والشرق الجنوب والغريب مسيب والحريب السلام يا عم التريب يا الله عايدين يا الله الشمال والشرق الجنوب والغريب الشمال والشرق الجنوب والغريب مسيب والحريب السلام يا عم التريب يا عايدين ان شاء الله عايدين يا الله يا عايدين ان شاء الله عايدين ليلة عايدين بكرة عايدين ليلة عايدين ان شاء الله عايدين يجوا عايدين ان شاء الله عايدين يجوا عايدين اخوانا المغتربين يا يا سلام. وطبعا ليت الليله بتهيج المغتربين ديل ان شاء الله ان شاء الله يا رب دي على الغربه دي صعبه يعني ونتمنى انه السودان يعني يكون بافضل حال ويجوا راجعين عشان ينفذوا كل الحياه اللي في باله اللهم يعني امين يا رب. وما في زول طلع بر السودان واللي هو بيسعى للقمه العيش وبيسعى لتاسيس حياه جيده حقيقة. ان شاء الله السودان يكون اساس متين لاحلامه حقيقة. بالرجوع للاغنيه يعني الغربه يعني ادتكم شنو أو ادتك أنت بصفة شخصية شنو؟ وأضافت ليك أو خصمت منك شنو بالتحديد؟ خصمت مني إنه بعدت من الأهل. مع إنه الأسرة كان كلها هناك لكن كبارنا هنا. فالحنين والفراق ده حار شديد والله. بالذات الغربة عند يعني في غير الدول القريبة يعني في دول بعيدة شديد. بعيدة شديد. والغربة بتستمر لسنوات طويلة. بتاخذ معها الاهل وبتاخذ معها الحبان يعني مع تنجي راجعين راجعين بلهفه وشوق لكن ممكن في النهايه انه الناس اللي اشتقنا لهم ديل قد ما يكونوا موجودين يعني في الحياه وعلى البسيطه بامر ربنا سبحانه وتعالى. لكن ان شاء الله الغربه ان شاء الله دعقري وان شاء الله السودانيين اللي عايزين انو للغربه انه الناس تستفيد من كل مهاراتهم قدر كيف مهم انه الناس البر سواء كان فنانين او مبدعين في مجالات مختلفه حتى لو هم مغتربين يقدروا يساعدوا الوطن من على البعد يعني أي زول في مجاله سواء كان في تنمية المشاريع سواء كان في تحسين الصورة الكويسة بالنسبة للسودان فنيا وثقافيا. والله ما شرط مثلا يعني ما شرط أن يكون الدافع مادي معنوي ممكن برضو يكون ضافوا للبلد حاجة ولو جونا برضو يكون كويس يعني خير ما يكون من هناك الحياة بيعملها هناك دي يعملها في البلد هنا مع الاخوان مع الاهل يكون احسن من يكون هم في البعد يعني. اها استاذ هاني في كثير من الفنانين بيمثلوا السودان برا سواء كان هم مغتربين او بيمشوا من السودان عشان يمثلوا السودان برا في مناشط ثقافيه او عند علاقه بتعريف الشعوب مع بعضها. فانت شايف يعني بزاويه شوفك كيف المشاركات الخارجيه يعني هل هي ممكن تضيف للفنان اكثر وتبني صوره ذهنيه
كويسة بالنسبة عن السودان ولا محتاجة لمزيد من التقنية؟ والله يعني الشركات الخارجية للفنانين يعني حاجة كويسة شديد. وانا واحد من الناس اتمنى انه اشارك برا وامثل بلدي يعني برا 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 السودان. فحاجة كويسة جديد والله يعني حقيقة، وبتدي يعني دافع للفنان والشهرة أكثر، ويعني حاجات حلوة كثيرة للفنان يعني عموما كذا يعني. يا سلام. في الفترة الأخيرة السودان بقى مفتوح بالنسبة للعالم، العالم العربي بالتحديد، في فنانين على مستوى العالم العربي حاضرين لأغاني سودانية أو حتى أجانب يعني أغاني سودانية عن ظهر قلب. فدائما الصراع بتاع الجدلية إنه المفرد السوداني ما واصلة، إنه من السلم بتاعنا أو كذا، لكن هي وصلت الناس والسودان بقى متنفس حقيقي. يعني في حفلات كثيرة أقيمت في السودان لفنانين من الخارج حقيقة. فقدر كيف الانفتاح ده مهم؟ يعني ما صعوبة التسويق ولا المفردة؟ ده بيعني إنه الكلمة الغنى السوداني غنى بوصل للوجدان حتى لو برا السودان. طيب وما صعب، بدل انه يعني الفنانات الجو ايوه او الفنانين غنوا يعني بطريقه حلوه جدا وبنفس السلم، ونفس السلم الخماسي نفس سلمنا، يعني ما غير في السلم السباعي ولا اي حاجه، نفس سلمنا وادوها ده حلو جدا. ده بدل انه احنا حياتنا حلوه ومواصله برا يعني واصله. ايوه المفروض الناس تسوق اكثر يعني أكتر وتصل اكثر، وكل زول ما لقى يسوق يعني. يعني ما فكره انه الفنان نحن بعد نمشي برا نغني بس للجاليات السودانيه، المفروض يكون مفتوح لكل الناس يعني. لكل الناس طبعا حقيقه، ودي طريقه كويسه انه يوصل الغناء السوداني. ايوه طيب احنا نسمع منك ثاني، والمشاهدين والمتابعين اللي بيتابعونا في ظلال الاصيل يستمتعوا اكثر معك يعني. الله ان شاء الله حنغني غنى ثاني للمغتربين ان شاء الله يا رب يجوا راجعين. انت الليله مصير شديد على المغتربين، لازم يجوا، ما البلد ما بتنوي الا 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 هم يجوا يعني. ان شاء الله يكون الوضع افضل يعني. ايوه ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله. يلا نتفضل. Thank you.
احنا في انتظارك يا طاير على نار وسط الرسائلك يا طاير وقف البشاير وفرق جناحك يا طاير على دار قبل تعود لازم تروح من تاني مرة قبل تروح لازم تعود من تاني مرة قبال تروح لازم تعود من تاني مرة وتنسى زور في الحلة إلا سلم عليهم وتبس يديك ما تنسى زور لك لا إلا سلم عليه وتبس يديك ما تنسى زود في الحلة إلا سلم عليه وتبس يديك يا طير يا ماشيلي هلا بسرعة وصير رسائلنا في الشوق ما تنسى يا طاير ليه كل سلام يا سلام يا سلام جميل يعني شوف الحنية دي كلها في كلمات زمان وفنانين زمان يعني بإحساس الحقيقي في فترة من الزمن اللي كان طريقة التعبير ذاته بتختلف الرسائل المكتوبة والآن إحنا في فضاء مفتوح بالنسبة للتكنولوجيا حتى العواطف والحنان ما زي زمان على حسب الناس ما بتقول يعني اختلفت الحياة فإنت شايف يعني وسائل التواصل الاجتماعي القريبة اللي إنت بتغني لهم لكل المغتربين ديل سهلت لقاهم لكن المكان عندي إحساس جميل إنه يكونوا موجودين الفضاء زي ما قلت أنت أستاذ بقى واسع والميديا ما خلت حاجة صراحة يعني هي بقت الأقرب لغة التواصل القريبة الشديد للناس البرة يعني حتى في السودان يعني زمان كان في جوابات وكان في تلغراف حاجات كثيرة كده صعبة الحياة تصل للزول لكن الناس تبقى تصل سريع وإنت شايف رغم إنه يعني فرص الكبيرة في التواصل مع الناس في ناس بيقولوا إنه هي خصمت من وجود الناس يعني إحساس الإلفة وإحساس اللقية ما زي إحساس الكتابة يعني ولا التعبير بالإيموج أو كذا شوف أقول لك الحقيقة كيف أنت بتشوفها أي حاجة حق الزمان ما بترجع تاني وزيه ما بيجي أي حاجة من الزمان ما بترجع طيب مهما تطورنا ومهما عملنا حق الزمان دي ما في كان غير إنه تواصل كان في الأكل كان في الشراب كان في شيء زمان ما 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 زي زمان ما بتجي وطيب انت ذكرتها في الأغنية كذا تقاطع للكلاكلة والكلاكلة هي سودان مصغر يعني غير التاريخ الكبير ليها والتاريخ للساكنين الكلاكلة برضو هي سودان مصغر بتضم كل الناس فكيف الاجتماعيات هناك انت بتشوفها بخصوص انك برضو من الكلاكلة اي كان الكلاكلة يعني بكل اتجاهاتها انا بحب الكلاكلة عموما وتربيت وترعرعت في الكلاكلة بالخاصة الكلاكلة الوحدة وانا بحبهم شديد بحب الكلاكلة شديد واجتماعياتي حلوة شديد والناس طيبين لأبعد الحدود صراحة يعني لما قدر ما قلت ما في حقهم والله يعني اللمة كويسة طيب نجي للفن ومجال الفن واي فنان دائما بيستند على مشروع انه يمشوا عليه في ناس بيهتموا انه يوثقوا للتراث الهوية السودانية مهم يرسموا طريق معين يمشوا عليه عشان يقدروا يأسسوا للتاريخ بخصهم هم
فانت كيف يعني في الجانب والزاويه دي يعني انت مشروعك شنو او بدعايه بياتو زاويه للمشهد الفني عشان تبني عليه اكثر؟ انا نظرتي للجيم الفني انه امشي صح عشان اصل صح واختار صح يعني من 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 كلمات من الحان من حياة زي كده. في ناس اختاروا الطريق بتاع يعني الغنى الشعبي والغنى وكده يعني، لكن انا شخصيا كده بحب اصل صح انا امشي صح اصل صح يعني. اها طيب مهم جدا انه في ثالوث يعني المفرده واللحن والاداء، وانه لو كانوا مكتملين واساسهم متين بتطلع اغنيه جميله وبيطلع اداء اروع يعني. فهل انت بتختار اختيارك ذاته للاغنيات كيف، حتى الاغنيات الخاصه هل بتتبني على الثالوث ذا ولا انت عندك نظره ثانيه بالنسبه لي؟ لا انا لما اجي اختار اول حاجه بشوف الشاعر والملحن كده شكلنا مثلث يعني، فما بختار اي حاجه، بختار الكلمه الكويسه واللحن الكويس وبتصل قلوب الناس سريع يعني. فكونه اختار اي حاجه صعبه يعني. والاختيار في حد ذاته تحدي. تحدي طبعا. اختيار تحدي. يا طلعتك انا ثلاثة اصلا يعني. وانت فنان وابناء جيلك او الفنانين الشباب الان في الساحه يعني، في جزء بيأسس لتجربه حقيقيه فنيه على امتداد لتجارب العمالقه يعني في اغنياته وممكن تصل للناس لان هي اصلا في وجدانهم، وفنانين ثانيين بيكتبوا بيلحنوا وكل الحياه هم يعني، فانت شايف التنوع مهم ولا لو كنت انت بتقدر تستطيع انك تقدم كل ده افضل بالنسبه للفنان؟ كونه اكتب ولحن انا اللحن بيكون دايري. كل الاغاني حتكون يعني بنفس في حلقه معينه. حلقة ايوه طبعا. لكن التنوع كويس يعني، انت تشيل من هنا تشيل من هنا تشيل من هنا، حياتك كويس شديد. وطيب بيأسس المدرسة دي انت كيف بتشوف بزاويتهم؟ هل ندرة من عدم الشعر ولا هم عايزين يطلعوا حاجة يحسوها أكثر بكل تفاصيلها يعني؟ هم درسوا يثبتوا للناس انه هم يعني قادرين يعملوا يعني اي حاجة براهم، او شايفين مثلا ما في شاعر يستاهل مثلا يتعاون معاه، لكن الكلام ده غلط والله. انا شخصيا لو خيروني انا شخصيا يعني بحب النقي يعني، بختار يعني بنوع في الشعراء وفي الملحنين عشان شكل الاغاني تطلع جميله، لان كونه انا لحن واكتب براي ما بتطلع حلوه. طيب وانت يعني قبل ما اغني معاك وانت قبل بتتكلم بحرقه كده انه الزول لازم ياسس تاسيس متين او يمشي عليه، وانت بتاريخ طويل يعني انت بتغني، فقلت لي عشان الواحد يصل، فانت بعد وصولك لسه بتمد في تجربه الفنان انه مجرد ما وصل مرحله معينه هو خلاص بتملكه احساس النجوميه والشهره اللي بيخليه ما ينتج مزيد من الاعمال، فانت شايف الحاجه دي كيف بزاويه شوفك؟ انه الفنان هو يجتهد اكثر لانه بيحس لسه في حاجه ما ادى بالنسبه للمشاهد. الغنى ده بحر وراح واسع جدا كمان. يعني مثلا انا ماشي عشان بقيت مشهور او بقيت ترند اقوم خلاص اقوم انا بقيت وصلتها عامل نايم انا او عامل على كده اجيب على كده. لا انت كل ما اديت الغنى ده الغنى بديك، كل ما اديت بديك، لكن لو اتخاملت وكسلت وقلت خلاص انا بقيت نجم ترند بتقع. صح. طيب نحن في المساحه المباشره دي مع كل الساده المشاهدين، وطبعا مساحات ضيقه وانت مدك كبير والاغاني اللي عايز تقدمها كثيره بالنسبه للمشاهد، فنحن مبسوطين جدا انبسطنا بيك جدا وانا كمان والله وبوجودك معنا في ظلال الاصيل لليوم في قناه الشروق، وان شاء الله يكون مشروع ممتد ونحن معك في كل لحظاتك الطيبه. نحن قادرين جدا قبل ما نسمع الاغنيه بتاعت الختام مقدرين لك انت على حضورك مساء استاذ هاني عبد العزيز، وشكرا كمان للفرقه الموسيقيه لصحابه التحرير كل الشباب. طيب تفضل باغنيه الختام. حنغني اغنيه حماسيه ان شاء الله من تنال رضا الجمهور يعني ان شاء الله باذن الله. تفضل. بس الفجاج
دورك اليوم في ظلال الأصيل وعلى كل الأغنيات اللي مديتنا بيها، وإن شاء الله تكون بداية لمسافات متصلة. كتر خيرك، شكرا.